مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية، أهلا وسهلا بكم في السفارة المصرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وهذا اللقاء الخاص الذي سنجريه مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين المغتربين في الخارج، حول أهم اللقاءات التي أجراها الوزير مع أعضاء الكونغرس بمجلسيها الشيوخ والنواب، وأيضا اللقاءات المهمة والقضايا والملفات الهامة التي تناولتها لقاءات الوزير، بالإضافة إلى لقائه مع الأعضاء من الجالية المصرية في السفارة، ومن ثم سيتوجه إلى نيويورك للمشاركة وترأس وفد مصر المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79. أهلا بكم في السفارة المصرية بواشنطن. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين المصريين في الخارج، أهلا بك في واشنطن في هذه الزيارة الأولى بعد توليك المنصب. يعني مجموعة من اللقاءات مع أبرز أعضاء الكونغرس من الحزبين، السيناتورز والنواب، أهم القضايا والملفات التي تم تناولها في هذه اللقاءات سيد الوزير؟ بالتأكيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا بالولايات المتحدة، كيفية مزيد من تطوير وتفعيل هذه العلاقات. كان في الشق الأكبر في النقاش ركز على العلاقات الاقتصادية، دفع وضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل المناخ المواتي للاستثمار الحالي في مصر، وأيضا الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في البلاد. هناك بالتأكيد العلاقات الأمنية والعلاقات العسكرية. الجزء الأكبر من النقاش تركز حول القضايا الإقليمية والدور المحوري لمصر وللسيد رئيس الجمهورية في تحقيق الاستقرار والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة. كان في إجماع من جانب أعضاء مجلسي الكونغرس بالإشادة بدور القيادة اللي بيطلع به السيد رئيس الجمهورية في دفع المفاوضات في أزمة غزة، وصولا إلى محاولة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى أهالينا في قطاع غزة. كان في أيضا نقاش مطول حول الأزمة الحالية في السودان، خاصة وأن مصر هي أكثر الأطراف الإقليمية تضررا من هذه الأزمة. كان في حوار مطول حول الأزمة الليبية، ولكن أيضا الوضع في منطقة القرن الإفريقي، شددنا على أهمية احترام والحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية ورفض أي سياسات أحادية تمس وحدة الصومال. كان في حوار ونقاش مطول حول قضية المياه باعتبارها مسألة وجودية بالنسبة لمصر، وأهمية قضية المياه لنا، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا للمساس بحصة مصر المائية. كان حوار مطول، تحدثنا أيضا عن العديد من القضايا الدولية، خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح، خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط. وكان الحوار في مجمله إيجابي، وكان في تأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقة بين البلدين. نعم. أيضا سيد الوزير، كان هناك لقاءات مهمة مع المبعوث الخاص لليمن والمبعوث الخاص للسودان والمبعوث الخاص لليبيا، أهم ما تناولته هذه الاجتماعات أيضا مع حضرتك؟ بالفعل كان في يمكن 5 لقاءات مع مبعوثي الولايات المتحدة إلى اليمن وإلى لبنان وإلى منطقة القرن الإفريقي، وأيضا المبعوث الأمريكي للسودان. كان في نقاشات مطولة حول تفاصيل الدور المصري في محاولة حل هذه الأزمات. كان في حرص أمريكا على التشاور معنا فيما يتعلق
يتعلق بالوضع في السودان، فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، فيما يتعلق بمنطقة القرن الإفريقي، فيما يتعلق بأمن والسلامة التجارة العالمية. طبعا مصر من أكثر دول العالم تضررا لما يحدث من توتر في منطقة البحر الأحمر. كان في تشديد أيضا قابلت المبعوث الأمريكي إلى ليبيا. التأكيد من جانبنا كان واضح أن التصعيد في المنطقة والتوتر في المنطقة وفي هذه الأزمات مرتبط بلب الصراع في المنطقة، وهو القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على سكان القطاع، وبالتالي أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لخفض حدة التصعيد سواء كان في لبنان أو في منطقة البحر الأحمر. الجهد المصري سيستمر وسيتواصل لأن مصر دولة إقليمية رئيسية وبالتالي هي معنية بالأمن والاستقرار بها. نعم. السؤال الأخير، حضرتك متوجه الآن إلى نيويورك لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهم وأبرز النقاط على أجندة مصر في كلمة مصر والوفد طبعا برئاسة حضرتك؟ يعني باختصار شديد طبعا هيكون في مجموعة كبيرة من اللقاءات قد تتجاوز 100 لقاء وفعالية هناك على مدار الأيام القادمة. مصر ستشارك بقوة في فعالية قمة المستقبل، وأيضا ستشارك بقوة في العديد من الفعاليات المرتبطة بالملفات الإقليمية التي تخصنا. أيضا سنشارك بفعالية فيما يتعلق بإنشاء نظام مالي جديد يحقق العدالة، أيضا يتناول قضية المديونية خاصة بالنسبة للدول متوسطة الدخل كما هو الحال في مصر، يتعلق أيضا بتوفير التمويل المطلوب لعملية التنمية المستدامة حتى تستطيع الدول النامية من الوصول إلى الأهداف المستهدفة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. هناك ملفات كثيرة، هناك نزع السلاح، هناك الملف الفلسطيني، هناك قضية السودان، يعني ملفات كثيرة جدا سنشارك بها بفاعلية، وسيكون صوت مصر حاضرا وقويا لأن مصر هي الطرف الإقليمي الأهم في هذه المنطقة التي تموج بالاضطرابات. شكرا جزيلا دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، شرفتنا في السفارة المصرية وسعدنا جدا بوجودك في واشنطن. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلاً.